والله أنا موجود في مدينة بركان هنا، طبعا كنت بعمل جولة سياحية، وطبعا لما عرفت إن في مباراة بين فريق نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري قلت لازم نحضر، لأن أنا بشجع فريق نهضة بركان أصلا. في الواقع يعني مش راضي عن اللي حصل في الجزائر، لأن كنت أعتقد إن لما الفريق المغربي يصل إلى الجزائر يعني يلاقي ترحيب، يلاقي استقبال جيد، نحيد أمور السياسة عن الرياضة، ولكن ده ما حصلش. وجدنا أدخلوا أمور الرياضة في السياسة، وهذا أمر كان ما كانش جيد، يعني ما كناش نحبه صراحة. استقبال المغرب للفريق الجزائري كان استقبال مزيان مزيان مزيان، يعني استقبال ينوم عن كرم المغاربة، واستقبال يدل على أن الشعب المغربي شعب كريم الطبع وكريم الضيافة، وهذا ليس أمر غريب على المغاربة، هم منذ أن خلقهم الله وهم أهل كرم. يعني وأنا منذ 10 سنوات يعني أتي المغرب ولا أجد في المغرب إلا سوى يعني كل ترحيب وكل كرم وكل ضيافة، فالمغاربة أهل كرم وأهل ضيافة. أنا أقول للمسؤولين الجزائريين أتمنى أن تحيدوا أمور السياسة على الرياضة، يعني نحن إخوة، سواء كنا جزائريين كنا مغاربة كنا توانسة مصريين كلنا أخوات، ولكن نحيد أمور السياسة على الرياضة، لأن أمور السياسة لها، السياسة لها رجالها ولها وضعيتها ولها اللي يتكلموا عنها، والرياضة لها وضع آخر. يعني نحن نشاهد كرة القدم أو نأتي وراء الفرق الرياضية سواء العربية أو غير العربية للاستمتاع بكرة القدم، نرى لعبة حلوة، نرى يعني هدف حلو، لكن ما نجيش وراء أمور السياسة وهذا خريطة وحيد الخريطة، أمور هذه خائبة. يعني أنا أرى أن هذه العقوبات ستوقع يعني فعلا الاتحاد الجزائري في حالة أن الفريق اليوم يعني فريق اتحاد العاصمة انسحب. يعني أنا قرأت على الفيسبوك وعلى الإنترنت وعلى المواقع إن هم ممكن ينسحبوا قبل المباراة يعني بساعة أو ساعتين، الله أعلم، بس هذا لو تم ستوقع عقوبات من قبل الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم على الجزائر. فنقول لهم يعني أنا مش معاكم في هذا الأمر، أتمنى ما تنسحبوش يعني حتى تظل الجزائر وفرق الجزائر في البطولات. يعني اللي زرتها أنا زرت أكادير، زرت دار بيضاء، الرباط، زرت طنجة، طنطان، العيون، الصحراء المغربية، زرت كل مدن المغرب، الصحراء المغربية تبارك الله. عندما زرت الصحراء المغربية في 2017 وأول زيارة لي في الصحراء المغربية كانت لزاوية الشيخ ماء العينين في الصمارة، وفي هذه الزاوية يعني استقبلوا استقبال كريم ومزيان الأخوة المغاربة، يعني ورأيت يعني كرم أهل المغرب في الصحراء. والله أنا ما رحبتش باللي حصل في اللقاء الأول في الجزائر، وكنت نتمنى أن يكون العلاقة أحسن من كده وتلعب مباراة، هذه المباراة يعني ما كنتش نتمنى أنها تلغى يعني أو تحصل خلافات أو مشكلات، لأن احنا في النهاية زي ما قلت لك نحن بنشجع كرة القدم وعايزين الأمور كلها تكون طيبة وفي إطار رياضي ليس إطار سياسي. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.